السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير. النهاردة هعمل لكم روتين الشراء، يعني انا اشتريت شوية حاجات كده بسيطة هستعملها مفيدة ليا، فيا رب ان شاء الله الفيديو ده يكون يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا لي لايك وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لي لايك. النهاردة أنا اشتريت شوية حاجات بسيطة كده أنا هستعملها، مش هعينها، يعني مش هفرز حاجة منها، لأ ده للاستعمال النهاردة بكرة زي ايه كده. أول حاجة أوريها لكم، لأن أنا حطيتهم في المية علشان ايه، على ما أكون عملت الروتين وعملت لكم الفيديو وخلصته تكون اتنقع وايه وغسلته. ده جرجير، انا حطاه في شوية مية وخل علشان ايه يتنقع وينضف من الميكروبات، ولو في حاجة مبيدات اي حاجة كده تنضف. طبعا انا مش مكترة الخل، يعني يا دوبك هما ايه حبة صغيرين بس. فهسيبه بقى ان شاء الله كده ايه يعني ياخد نقع كده، وبعدين ايه اغسله. وفي هنا دي شدة بتاع اسمها ايه، بقدونس، انا جبتها كده مع الجرجير علشان ايه لو انا هعملها مثلا على سلطة على حاجة كده. نكمل بقى المشتريات. بصوا بقى، هو ما شاء الله السردين مال السوق في منتهى الجمال، في رخيص وفي غالي زي ما انت عايزة، كله حلو. فانا جبت النهارده سردين اهو زي ما انتم شايفين هشويه، بس انا قلت اوريه لكم اول قبل ما ابعته ايه يشوى. انا ما بشويهوش في البيت، انا ببعته للفران هو اللي بيشويه. وجبت كمان طبعا انا جايبه ايه علشان ابلع بيه الجرجير اللي انا ورثته لكم الوقت. وجبت كمان طماطم، بس الطماطم انا مش جايبه كتير لان انتوا عارفين ان الطماطم اليومين دول غاليه، فانا جايبه على قد ايه السلطه بس الاستعمال. وجايبه كيسين صلصه علشان لو كنت هطبخ بكره ولا حاجه ان شاء الله يعني ايه اساعد الطماطم بالصلصه دي، لان انا كنت مفرزه طماطم كتير في الفريزر، بس بصراحه خلصت ما عادش عندي في الفريزر طماطم، فبجيب على القد الطماطم على قد السلطه، والصلصة دي بقى ايه بساعد بيها في الطبيخ. وجبت بصل، طبعا احنا كلنا في بيوتنا ما بنستغناش عن البصل والثوم، انا عندي ثوم فاشتريت ايه بصل بس. بصوا بقى البصلة جميلة ازاي، والمقاس ده جميل قوي، مش كبير ومش صغير، عشان لو جبت كبير هيتهدر منك ويترمى. لا هو المقاس ده حلو قوي. فالبصل ده طبعا الواحد ما بيستغناش عنه في البيت، لازم يبقى موجود. كده جبت ايه كمان، جبت كيسين مكرونة، كيسين مكرونة من اللي هي الصغيرة، لان الصغيرة دي بعمل بيها مثلا لما اكون عاملة كبدة لحمة مفرومة بقلبها. ما جبتش النهاردة مكرونة سباجيتي، مع ان احنا بنحب المكرونة سباجيتي عنديت، بس ما جبتش بقى النهاردة. وجبت باكو شاي كبير، باكو شاي ده احنا ما بنستغناش عنه دايما على طول، لازم الشاي ده على طول كده. وكنت جايبة كمان بن، بس بصراحة انتوا في البرطمان نسيت اسيب الكيس عشان ايه اوريه لكم. طبعا السمك المشوي عايز ايه، عايز ليمون. الليمون مال السوق اليومين دول ورخيص وجميل. بصوا بقى اخضر ازاي، بس لا ما يغركش ان هو اخضر، ده هو مليان مية جوه، يعني مش تقولي ده هو اخضر ناشف، لا اهو جميل قوي. يبقى كده خلصنا، جبت الحاجات ديت. وجبت ايه كمان اهو،
جبت البرنجان ده الكبير المكبب. ليه بقى؟ انا قلت هسأل ولادي اول، هسأل اللي هياكل. لو هو عايز سلطة اعمل الطماطم سلطة. لو حد قال لي لا مانيش عايز طماطم سلطة، خلاص يبقى كده وفرت الطماطم، وهعمل البرنجان ده ايه، مملح، برنجان مملح. هو انت هتقولي ينفع؟ ينفع، مش الطول بس هو اللي ينفع يتسلق، لا المكبب كمان ممكن ايه نقطعه ايه حتت صغيرة كده ونسلقه، هيبقى جميل برضو. وعندك لو عندك فلافلية وتومتين ولمونة وشوية خل، هيبقى في منتهى الجمال. كل حاجة تنفع، مش هتقولك لا. او لو هما بقى مش عايزين البرنجان المملح، انا ايه هعمل بابا غنوج. بابا غنوج انا عندي طحينة انا كنت عاملاها في البيت، فلما هعمل بقى هشوي البرنجان ده واعمله بابا غنوج، احط عليه ايه الطحينة، هيبقى في منتهى الجمال. وجبت ايه كمان، ده بابريكا، عشان البابريكا اللي عندي خلصت جبت بيها. ساعات لما بكون مثلا عايزة اعمل خضار بدمعة، ساعات الطماطم بتبقى خضرة شوية، فبحط عليها معلقة بابريكا بتحمرها وبتخليها جميلة. ده غير كمان ان هي لها فوائد كتير، وده كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة انت عارفين ان هي بتعمل بتستخدم في ايه، على الملوخية الطشة الأخرانية، أو على السبانخ برضو الطشة الأخرانية، أو على العدس اللي بجبه برضو الطشة الأخرانية. يبقى كده الحاجات اللي أنا اشتريتها هي دي اللي استعمال النهاردة أو بكرة. بس النهاردة أنا هشوي السمك ده، وهعمل السلطة هي، والليمون للسمك المشوي، والبرنجان لسمك المشوي. او لو ما عملتش البرنجان هعمل بكره بقى ايه بابا غنوج. المكرونه ديت انا عندي في التلاجة لحمه، شويه لحمه مفرومه، بكره ان شاء الله هعملها شكشكها كده بشويه ببصلايه كده وكيس صلصه، واقوم ايه مقلبه عليها المكرونه ديت وهناكل. يبقى كده يومين اهو، بس كده. البصل ده طبعا بيقعد معانا، لان احنا بنعمل ايه على قد الطبخة، بصلاية بس ما بنعملش كتير، صح ولا ايه؟ يبقى كده انا جبت الحاجات ديت على قد يومين. حلوين، ما فيش حاجة هتترمى مني، كله مفيد، صح ولا ايه؟ يعني الليمون ده انا هعين منه شوية، ولو لقيته كتير هاخد حبة وايه واملحهم. انتوا عارفين ان انا بحب الليمون المملح، هاخد شوية واملحه على قدي. هما اللي في البيت ما بيحبوش الليمون المملح، بس انا اللي بحبه وباكله. يبقى ايه رأيكم بقى في مشتريات النهاردة، حلوة ومفيدة اهو. انا كنت عايزه سمك يعني اللي هو السردينه اقليه، بس بصراحه مكسله يعني، لسه هقعد اقلي ولا واعمله بقى بالدقيق وكده، لا تعب. فانا قلت هشويه النهارده، ولما مره تانية ان شاء الله اكون قادره ابقى اجيبه ايه اقلي. ايه رايكم؟ لو عجبكم المشتريات بتاعتي ديت، يا ريت متنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لي احلى لايك من احلى ايد. ولو عندك وصفة تانية او طبخة تانية للسردين ده بدل المقلي والمشوي، يا ريت تقولها لي في التعليقات وانا اجربها، لان احنا هنا في البيت ما بيحبوش اللي ايه، يا المشوي يا المقلي، اي طريقة تانية انا معرفهاش ويقولوا لي لا. فانت لو عندك طريقة تانية حلوة ممكن تعجبني وتعجب ولادي، يا ريت تقولها لي في التعليقات وانا اجربها.
ايه رأيكم؟ وكمان انا كنت عايزة، كنت نفسي اقلي البرنجان ده اعمله بالصلصة، بس هنا ما حدش يعني ياكله قوي، يعني هو جوزي بس اللي بياكل البرنجان المقلي، فانا قلت بلاش هعمل البرنجان المقلي وبعدين يرجع هو ياكل مثلا حتتين وارمي الباقي، لا. فانا قلت ايه خسارة، فانا ايه هعمله بس الحاجات اللي احنا بنحبها، يا برنجان مخلل يا بابا غنوج. وما تنسينيش بقى في اللايك، وسلام يا أحلى أخوات.